مثل هذه المناسبة نتذكر بالتأكيد كل شهداء تونس اللي دافعوا على استقلال تونس وعلى سيادة تونس من رمادة إلى بنزرت، من أقصى نقطة في الجنوب إلى الشمال. نتذكر بالتأكيد شهداء معركة بنزرت الأبطال. كلمة للسيد الوزير للمشاركة في هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أولا السيد محمد على هذه الدعوة الكريمة. سيد محمد التقينا في مناسبة في منذ مدة في إطار مهني يهم الجمعية. حاولنا ندخل من أجل تسهيل بعض المسائل الإدارية، وأصر إصرار كبير على أن أكون معكم اليوم، وهذا معنى شرف لي أن أكون مع أحبتنا في بنزرت في هذه المناسبة الطيبة، مناسبة ذكرى 90. الوطن العربي الكبير الممتد من الخليج إلى المحيط، والذي أعلنا أننا جزءا من كيانه، يتضاعف إيماننا كل يوم بأن قوتنا جميعا تنحصر فيه. إن الأماني القومية الغاليات التي تملأ قلب كل عربي ليست حدثا جديدا في تاريخنا، بل هي قديمة قدم الحياة. تحدث عنها سليمان العيسى في الجزائر، ولكن تحدث عنها غسلتم الأكفة والجباهة والركب، فأنتم العرب، فأنتم العرب. السلام عليكم أخواني أخواتي، أوجهكم قبل كل شيء بالتحية، ونخص ذكر هذه الجمعية المناضلة التي انطلقت في تنظيم سلسلة من الأنشطة كنت شاركت في بعضها، وأود أن أشد على أيدي السائرين على هذه الجمعية ومطالبتهم بالاستمرار في مثل هذه التظاهرات وتوحيد اللجنة التنفيذية بتأسيس أول دستور. ماهوش بريمر عمل الدستور، احنا عملنا دستور كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسمى دستور الصحيفة، دستور المدينة. نحن أمة عظيمة، نحن أمة مجيدة، نحن أمة عندنا رسالة خالدة للإنسانية، والإنسانية معرفة الحرية الحقيقية ومعرفة العدل الحقيقي إلا عندما انتشر الإسلام. يكرمون ويحضر معنا، ثم نواصلوا التدخلات ونواصلوا المحاضرات معنا. وشكرا. أن يشاركنا هذه الندوة التي التأمت هذه السنة تحت شعار هام جدا، الوحدة الوطنية من أجل الوحدة العربية والإسلامية، باعتبار ما يدور في البلاد في الوقت الحاضر من تجربات حول الهوية حول الدين، فأردنا أن نكون لنا مساهمة في تدعيم الوحدة الوطنية، في تقريب وجهات النظر، في دعم الحوار الوطني. وبالتالي الندوة كانت ناجحة بجميع المقاييس، وكانت تحت إشراف السيد عماد الدائمي الوزير مدير الديوان الرئاسي، اللي حقيقة رغم التزاماته على المستوى الوطني تزامن مع هذه الذكرى وطنيا، أباء اللي تقريب جميع وجهات النظر حتى نبني وحدة وطنية صلبة فيها مكان للجميع، وأي إنسان له فكر سواء كان مرجعية إسلامية أو قومية أو لايكية عنده مكان في طول